كتير الألقاب اللي بتطلق على لاعبي كرة القدم ويشتهروا بيها، ويبدأ الجماهير في ترديدها حتى لو مش على علم بمعناها أو أصلها أساساً. سيرخيو أجويرو مهاجم فريد من نوعه، ولقبه كمان فريد من نوعه، كون أجويرو هو الاسم اللي بيطبعه أجويرو على قميصه، لكن كون في الحقيقة مش اسم سيرخيو الأصلي، ده لقب، لقب أطلقه عليه جده في طفولته وتعلق بيه سيرخيو لحد النهاردة. بدأت الحكاية بحب أجويرو الكرتون ياباني اسمه كوم كوم عن فتى كهف مشاغب يشبه أجويرو في طفولته، لكن سيرخيو كان بينطقها كون، وعشان كده سماه جده كون بالنون، مستمر الاسم مع سيرخيو لحد النهارده.